خلونا نرجع تاني يمكن المواضيع المحليه. من زمان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الجهاز الاداري للدوله، خليني ابسطها لحضراتكم كده. الموظفين زمان ما كانش فيه خبرة كفاية لتقديم الخدمة للمواطن بشكل يمكن سهل وميسر، ما كانش فيه كوادر يمكن بتطور من نفسها، ده كان بتترتب عليه طبعا حاجات كتيرة جدا، منها ان الناس مصالحها كانت بتتعطل. عشان كده بعد 30 يونيو كان في خطة واضحة لتطور الجهاز الإداري بما يناسب الجمهورية الجديدة ويناسب أكيد إيقاع العمل السريع في العاصمة الإدارية الجديدة. خلونا نشوف أو نعرف الدولة اشتغلت إزاي وعلى إيه وحققت إيه في ملف تطوير الجهاز الإداري للدولة في السنين اللي فاتت. نورنا في الاستوديو النهاردة المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري. صباح الخير، منورنا. في صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. يعني احنا عارفين انه كان في زمان مشكله، ويمكن المواطنين كانوا على طول بيشتكوا من حاجه زي دي، يمكن عدم سهوله وتيسير مصالح الناس، يعني كانت بتاخد وقت. يعني ايه اصلاح اداري وليه في اهتمام من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاصلاح الاداري بالذات؟ طيب طبعا حضرتك لو سالت اي مواطن على الخدمات الحكوميه، اي حد فينا كان بيبقى نازل النهارده عنده حاجه في المرور في الشارع العقارب بيبقى شايل هم اليوم من كتر الصعوبات اللي موجوده. الحقيقه بعد 30/6 وبعد ما السيد الرئيس تولى الرئاسه حط ملف الاصلاح الاداري على الاولويات بتاعت الدوله الرئاسيه. بدانا نشتغل من 2016 و2017 على هذا الملف، وتم على فكره مجموعه كبيره من الوزارات اشتغلت، وزاره التنميه الاداريه سابقا، وزاره التخطيط، واهم حاجه طبعا الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، ووزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لانها جزء كبير من التطوير هو عمليه الميكنه. صحيح. حددنا اربع محاور لتطوير الجهاز الاداري الدولي. اول محور فيهم زي ما حضرتك ذكرتي هو التنميه البشريه، العنصر البشري. مهندس هاني معلش يعني اسف على قطع كلام حضرتك، بس يمكن بسان سالت سؤال غايه في الاهميه. فكره الاول عاوزين نعرف الساده المشاهدين يعني ايه تطوير الجهاز الاداري للدوله، لان بيتبادر احيانا الى الناس يعني هنسرح موظفين. لا لا لا، فدي بس الاول بالعكس. عاوزين نحطها طيب. المفاهيم لا الصحيحه لا 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 طبعا تطوير الجهاز الاداري للدوله ملوش، بالعكس السيد الرئيس كان واضح جدا في تعليماته وفي توجهاته ان لن يدار اي موظف موجود نتيجة هذا التطوير. فده موضوع ما يعني والناس احنا بقالنا 7 سنين بنشتغل في هذا التطوير ولم يغادر موظف واحد الدولة غصب عنه، الجهاز الإداري للدولة يعني غصب عنه. ولكن بالعكس أنا لما تبص إيه المحاور اللي هنشتغل عليها هتلاقي أولهم هو العنصر البشري. ولما بنتكلم على العنصر البشري هو تدريبه وتنمية قدراته، والحقيقة هذا العنصر تم تهميش دوره لفترات طويلة أوي. أنا لما كنت في 2011 لما كنت رئيس البريد المصري قاعد مع الشباب بعد الثورة، مجموعة كبيرة من الشباب بتوع البريد، وسألتهم مين اللي خد أي نوع من أنواع التدريب خلال 3 سنين اللي فاتوا يرفع إيده؟ ولا واحد. الله. أقول لهم يا جماعة أنتوا فاهمين السؤال؟ فتم إهمال التدريب وتعليم وتحديث إمكانيات موظفي الدولة. تاني محور هو ميكنة الخدمات الحكومية وهنتكلم عليها، وليه قعدنا فترة كبيرة الأول المواطن مش قادر يحس بهذا التطوير. تالت حاجة هي تبسيط الإجراءات الحكومية. رابع حاجة مكافحة الفساد. واكتشفنا إن احنا لو اشتغلنا على التلاتة دول الأخرانية هتحل لوحدها. وهقول لحضرتك ازاي. وهقول لحضرتك ازاي دلوقتي. نبدأ بالعنصر البشري اللي زي ما بقول إن بسام تقول حتى هنمشي حد، لا ده احنا عايزين نطور من الأداء بتاعه. فانتهزنا فرصة العاصمة الإدارية الجديدة، لأنك صعب تشتغل على 5 مليون موظف أو 6 مليون موظف، لكن تقدر تشتغل على 50,000. صحيح. وبعد كده تاخد هذه التجربة تطبقها على بقية القطاعات. فانتهزنا فرصة النقل إلى العاصمة الإدارية واشتغلنا، ودي كانت الحقيقة تعليمات السيد رئيس الوزراء وتعليمات السيد الرئيس إن احنا الناس الموظفين اللي هيروحوا العاصمة الإدارية الجديدة مش هيروحوا زي ما هم كده. لازم يحصل لهم نوع من انواع التدريب والتنميه. والكلمه اللي كان بيقولها السيد الرئيس احنا مش بنعزل، احنا مش بناخد حاجتنا كده ونروح بيت جديد، احنا بنخلق، ودي دي الجمله المهمه قوي، احنا بنخلق ثقافه عمل حكومي جديد في مصر. صحيح. طيب عملنا ايه في العنصر البشري؟ حددنا اول حاجه عملناها ان احنا عملنا اللي بنسميه اسسمنت او تقييم لل 50,000، عملنا يمكن حوالي 60,000 عملنا لهم تقييم لقدراتهم في كذا حاجه. اول حاجه اللغة العربية،
تاني حاجة اللغة الإنجليزية، ثالث حاجة مهارات الحاسب الآلي، ورابع حاجة المهارات الشخصية. وتم هذا التقييم ببرامج عالمية الحمد لله. يعني الحقيقة البلد ما كانتش بتبخل بالتكلفة، عشان عارفين إن المردود هيبقى قوي جدا بعد كده. هو المردود قوي لسبب، إن أنا النهاردة لما بروح أطلب خدمة ولقيت الخدمة دي مش موجودة، فبالتالي بقول إيه؟ بقول دي الدولة ككل فاشلة، الحكومة مش بحكم على الشخص بس اللي اتعاملت معاه، بحكم على النظام بالكامل. لا، هنا لابد كان فيه اهتمام. مظبوط كلام حضرتك، مظبوط. والأكتر من كده هقول لحضرتك ازاي ان مثلا موضوع الاصلاح الاداري ده بتاع الجهاز الاداري الدولة بيأثر على البيئة وبيأثر على التكلفة، بيأثر على حاجات كتيرة. فالعنصر البشري حطينا، عملنا اسسمنت، عملنا تقييم للأداء ل 63,000 موظف. خلصنا ده، طلعت لنا النتائج، خدنا النتائج دي دخلناها في برنامج تاني برضو دولي عشان يقول لنا مين من الموظفين دول محتاج تريننج في ايه. فطلع لكل موظف كارت تدريب في الاولويات بتاع التدريب بتاعته، وتم تنفيذ هذا التدريب والانتهاء منه لل 50,000 موظف اللي رايحين العاصمه الاداريه الجديده. الاهم من كده ان احنا لما اتفقنا مع الشركات اللي هتدي هذا التدريب، كان في العقد بتاعها اللي عملناه معاهم مع جهاز التنظيم والاداره، ان البرامج التدريبيه دي هتبقى ملك الحكومه بعد كده عشان نستطيع استخدامها بعد كده مع باقي الجهاز الاداري الدولي. يعني مش هيجوا يدوا التدريب، لان احنا طبعا استعملنا شركات قويه جدا، انت مش هتيجي تدي التدريب وخلاص تاخد حاجتك وتمشي. الماده العلميه دي هناخدها تبقى لنا حق استخدام، طلع لي كادر تدريبي كمان. وعملنا كمان في كل دوره تدريب المدربين، يعني خلينا مجموعه من الاشخاص ياخدوا التدريب عشان يرجعوا هم بعد كده يدربوا الناس. لكن المجموعه اللي رايحه العاصمه الاداريه الجديده تم تدريبهم مباشره عن طريق الشركات. وده خلص، خلاص خلص طبقا للتا. طيب تاني حاجه عملناها الحقيقه، انا الامور عملناها مش انا اللي عملتها، لكن الدوله ككل تحت، يعني لان اشترك فيها العديد من الوزارات والهيئات. تاني حاجه قلنا طب اللي هيخش الجهاز الاداري الجديد هيخش ازاي وباني نوعيه. النهارده تم وقف جميع التعيينات في الحكومة إلا عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. طبعا التعيينات قليلة جدا ولازم موافقة من رئيس الوزراء وبتاع، لكن في بعض الأحيان يعني احنا حاليا 30,000 معلم، ده معناه ان شخص مؤهل يبقى في المكان الصح. مفيش بقى لا لا، ده انا لسه امبارح انا كنت في لجنة التعيينات الحكومية، وامبارح كنا بنعمل انترفيو ل 20 مهندس خدوا موافقه من سياده الرئيس ان هم لوزاره الري نتيجه الظروف بتاعه الري اللي موجود دلوقتي. بنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بنعلن عن الوظيفه الحكوميه عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، بيتم الاعلان عنها في جميع وسائل الاعلان، في محتاجين مثلا 25 مهندس او مهندس مدني، مهندس كهرباء، في كل وسائل الاعلان. وبنحدد فتره اسبوعين للناس تقدم. وبنحط الشروط، لما الناس بتقدم اللي بينطبق عليه الشروط بنبدا ندخله على، بنحط لهم مجموعه من الامتحانات على الكمبيوتر. مفيش بني ادم بيدخل العنصر البشري. خد بالك الحقيقه جهاز مركزي في الحقيقه تنزيل. النوع ده من الاختبارات بيبقى في الشركات المالتي ناشونال. انا ومجموعه من زمايلي خبرتنا كلها خدناها في الشركات العالميه فبنطبقها على الحكومه. عملنا الحقيقه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي انشا يعني بيسموه assessment center ضخم جدا، بيسع عدد كبير من الموظفين يقدروا يمتحنوا في نفس الوقت. بيقدر هذا السنتر ياخد حوالي 200-300 واحد في اليوم على مجموعات 50-50-50. بيجي اللي مقدم على الوظيفه بيخش يؤدي هذه الامتحانات على الكمبيوتر. اول ما نخلص المجموعه اللي متقدمه بنيجي نقول احنا مثلا عايزين 20 واحد، بناخد من فوق كده لتحت، ويمكن ناخد مثلا نحط خط عند 25. دول اللي بنعمل لهم انترفيو من لجنه مكونه من الحقيقه مجموعه من الخبراء ومعاهم من الوزاره اللي بتعين، سواء بقى وزاره التعليم، وزاره الري، وبيتعمل لهم زي انترفيو للتاكد من شخصيتهم، من مناسبتهم للوظيفه. لا تدخل بشري على الاطلاق. امبارح انا كنت في اللجنه بتاعت وزاره الري، انا هنا عاوز اسال برضو على حاجه. الشباب مش مصدق ان هم ناس اللي من المنيا واللي من اسوان واللي من كفر الشيخ، وان هم دخلوا امتحنوا نجحوا ولا لهم طلعت النتيجه في ساعتها، عشان ده مفيش اي تدخل بشري. يعني ده احنا بتطلع لنا النتائج بالترتيب. في قياس ايضا للجوانب النفسيه، لان هي دي اهم حاجه عشان خاطر الامتحانات. الحقيقه فيها كذا حاجه، فيها جزء فني اللي الوظيفه اللي هو متقدم عليها، واللي بيحط الامتحان بتاع الفني ده مجموعه برضو من الخبراء
يعني كان ثلاثه دكاتره من وزاره من خبراء الري هم اللي حطوا الجزء الفني. احنا بنحط الجزء النفسي والمهارات الشخصيه والحاسب الالي والانجليزي. دي يعني اختبارات عالميه جايبينها زي ما هي كده بتطبق زي ما بتطبق في دول ثانيه. الكانديت او المرشح بيدخل بيقعد على الكمبيوتر بيتشرح له ايه اللي مطلوب منه بيبدا يجاوب الاجابات، خلص الوقت بيمشي، اخر المده بيطلع لنا ترتيب التقييم. كل المتقدمين بنقول احنا عايزين مثلا 25 اجي على نهايه ال 25 اخد خط هم دول اللي ابعت لهم يجوا. ده معناه ايه بقى يا فندم؟ يعني انا النهارده مواطن في قريه بسيطه، الاصلاح الاداري ده معناه ايه؟ هيعود عليا انا في ايه لما الاقي ان الموظفين بيتم تعيينهم حسب هم مؤهلين ولا لا؟ الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها زمان يمكن ما بقتش موجوده دلوقتي، انا كمواطن بسيط هترجم ده ازاي او ده هيترجم ازاي عليا؟ طيب. ده هيترجم في ثلاث اربع حاجات مهمه جدا. اول حاجه احساسي ان البلد دي فير او يعني في مساواه، في عدل ومساواه. ابني اللي مالوش ولا واسطه ولا يعرف حد قدم وراح امتحن ونجح وتعين بدون اي يعني مشكله. الناس اللي كانوا بيمتحنوا معانا امبارح ده كان تاني اعلان لوزاره الري، في منهم ناس قدمت في الاعلان الاولاني وما نجحتش. يعني سالناهم انتوا مقدمين تاني ليه؟ قال احنا اشتغلنا على نفسنا وعرفنا ايه اللي بتاع وقدمنا تاني والمره دي نجحنا وبنعمل الانترفيو الاخرانيه عشان يتم تعييننا. تاني حاجه، اي مواطن في الدنيا وجود موظف حكومي كفء هينعكس على الخدمات الحكوميه اللي بتؤدى للمواطن. انا لما احط الموظف الكفء الممتاز اللي هيقدر يؤدي هينعكس على كل المواطنين بعد كده في التعامل مع الجهاز الاداري للدوله. فده بالنسبه للعنصر البشري. عندنا برامج تدريبيه دلوقتي هتبدا تطبق على كل الموظفين الموجودين بعد ما خلصناها للعاصمه الاداريه الجديده اللي هينتقلوا، واللي داخل جديد بيخش بفلتر. اولا في مساواه شديده، مفيش تدخل بشري خالص، وبيطلع لنا. انا امبارح لما كنت قاعد مع الشباب وهم معانا كنت يعني سعيد، لان فعلا تبص تلاقي يقول لك امتياز مرتبه شرف، جيد جدا مرتبه شرف، الثالث على الدفعه بس ما اتخدتش معيد. اللي وصلوا في الاخر وصلوا بمجهودهم وبكفاءتهم. طيب تاني حاجه ودي كانت اهم حاجه في الموضوع هو ميكنه الخدمات الحكوميه. عشان تميكن الخدمات الحكوميه كان لازم يبقى عندنا اللي احنا بنسميه الداتا بيز او المعلومات البيانات كلها، مراكز البيانات. ودي خدت شغل الحقيقه من وزاره الاتصالات ومن بعض الاجهزه السياديه لانها ما بتتعملش في يوم وليله. احنا النهارده عندنا اكبر داتا سنتر حكومي في يمكن في الشرق الاوسط وفي افريقيا. خلاص؟ لان انت ازاي هتعمل ميكنه وانت ما عندكش الداتا بتاعت كل وزاره. يعني مثلا لو انا عايز اعمل ميكنه لاستخراج الجواز، الجواز السفر، فانا بقدم على جواز السفر فبخش على بتاع ده وزاره الداخليه الجوازات، عشان الجوازات تقدر تشوف الشهاده بتاعتي في حته تانية وتشوف شهاده الميلاد بتاعتي وتجيبها من حته تانية لازم كل البيانات دي تكون ميكنه. ده تم على مدار خمس سنين الحقيقه، وخد مجهود، ومش بس مجهود، خد تكلفه عاليه جدا. والحقيقه السيد الرئيس وسيد رئيس الوزراء كان بيقول ان التكلفه دي في محلها عشان نقدر نوصل لده. صحيح. وصلنا لحاجه مهمه جدا وعايز اقولها لكل المواطنين. وزاره الاتصالات عملت حاجه اسمها منصه مصر الرقميه. منصه مصر الرقميه النهارده واحنا بنتكلم عليها 120 خدمه. حضرتك بتخش على منصه مصر الرقميه، يعني اي مواطن لازم يسجل نفسه على منصه مصر الرقميه، لان بعد كده هتبقى دي كل علاقتك بالدوله وكل الخدمات اللي انت بتطلبها تقدر تطلبها وانت قاعد في البيت او في المكتب من عن طريق منصه مصر الرقميه. لما بتخش المنصه وبتفتح وبتحط لنفسك باسورد وكل الكلام ده، بيجي لك اول حاجه كل البيانات الشخصيه بتاعتك تظهر. يعني انا لما دخلت سجلت لدرجه عربيتي ونوعها ايه وموديل كام وامتى تجديد الرخصه، طبعا ولادي، كل حاجه موجوده، البيانات الشخصيه بتاعتي موجوده على المنصه. بعد كده بخش بقى حاليا اكتر من 120 خدمه حكوميه نستطيع ان نؤديها عن طريق هذه المنصه. الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والدكتور خالد العطار النائب بتاعه وعدوا ان قبل نهايه 22 هيبقوا 200 خدمه حكوميه. فمثلا حضرتك عايز تطلع بدل فائد للرخصه، عايز تطلع بطاقه شخصيه، كل الكلام ده زي ما بيحصل بره بيقدر. لا ده بره، انا هقول لحضرتك دلوقتي احنا عايزين نوصل لايه، لان احنا بره، لان احنا ما بنبداش من الصفر. احنا خدنا التجارب العالميه الناجحه وبالذات تجربه استونيا
استونيا رغم انها بلد صغيره لكن هي انجح دوله في العالم في التحول الرقمي والحكومه الالكترونيه. سنه 2015 استونيا احتفلت بان هم بقوا بيبرليس جفرمنت، يعني مفيش ورقه تمشي في الحكومه. واحنا ماشيين في هذا الطريق ان شاء الله. بس طبعا هناخد هم طبعا استونيا 1.2 مليون، احنا 105 ولا 106 مليون، فان شاء الله هنوصل لده. طيب انا بخش على المنصه بعمل الخدمه، مش بس بعمل ان الفايده بتاعت مصر الرقميه او الميكنه انها بتساعد المواطن ان هو يعمل الخدمه بتاعته وهو قاعد في بيته بدون ما ينزل وبدون ما يقدر يعني يروح يقف في طوابير والكلام ده كله. خلاص النهارده عايز تعرف المخالفات بتاعتك اللي على عربيتك، كان الاول بتروح تقف في طابور والنيابه، دلوقتي بتقدر تعرف المخالفات وتدفعها وتعترض عليها وكل حاجه وانت قاعد في البيت او في المكتب يعني. فده نقله كبيره جدا، اتمنى ان جميع المواطنين يقدروا يستفيدوا بيها. وفي نفس الوقت اخواننا اللي لسه ما عندهمش المقدره على التعامل مع الانترنت هيبقى عندهم سواء مكاتب البريد بتقدم هذه الخدمه للمواطنين او بعض المكاتب الخاصه اللي تم تدريبها. وزاره الاتصالات دربت عدد كبير من المكاتب الخاصه خالص نظير رسوم بسيطه يقدر المواطن يروح لهم، بالذات في الاماكن اللي فيها نسبه اميه كمبيوتر عاليه يقدر يعمل له الخدمه دي ويساعده في انجازها. طيب كمان الميكنه مش بس بتساعد على ان المواطن يقدر يعمل الخدمه بسهوله، ولكن احنا قلنا رابع محور هو مكافحه الفساد. الميكنه يعني المنظمه العالميه للشفافيه ومكافحه الفساد بتقول ان ميكنه الخدمات الحكوميه تمنع 80% من فرص الفساد. ليه؟ الكمبيوتر مش في مجال اللي انا بدي فلوس علشان الكمبيوتر خدمة ولا بيشرب شاي ولا عنده درج، واخد بال حضرتك؟ فحضرتك بتعمل الخدمه وتخلصها بدون اي نوع من انواع المحسوبيه واي حاجه. دي نمره واحده. نمره اثنين بتحل لنا مشاكل ثانيه كتير يمكن مش واخدين بالنا منها. في مشكله مثلا بسيطه جدا عندنا في مصر بقالها سنين طويله وهي تنفيذ الاحكام. الناس بتطلع عليه ويمكن كلنا سمعنا عن المشكله دي، ان انت بتاخد حكم ولا تستطيع تنفيذه لاسباب عديده. النهارده في اكتر من محافظه دلوقتي بتتعامل عن طريق محافظه، عدد من المحافظات مش بطال وهيكمل لحد اخر الجمهوريه. اول ما يصدر الحكم، شوف بقى حته الميكنه دي بتساعد في ايه. المحكمه اصدرت الحكم اوتوماتيك بدون تدخل بشري، الحكم ده ياخد الرقم القومي بتاع الشخص اللي اتحكم عليه ويروح لكل اللي بنسميها الكونتاكت بوينتس او اماكن التماس مع الحكومه، السجل المدني، الجوازات، اللي مش عارف ايه، يقول له هذا الشخص عليه حكم مطلوب. ما ياخدش اي خدمه حكوميه لحد ما يجيب لك اللي بتاعه. اي حاجه، واحد رايح يطلع رخصه سلاح او يجددها فانت النهارده يعني حليت مشكله تنفيذ الاحكام بالعمليه الميكنه بلا شيء. انا اعرف يعني اعرف اكتر من حد رايح يعمل خدمه حكوميه قالوا معلش انا اسفين تعليك الحكم الفلاني روح خلصه وتعالى. فحليت مشكله ابديه بقالها سنين في مصر. صحيح. ولم يكن حلها هو كده. في مشكلة تانية كمان يا باشمهندس ثاني وهي تفاوت الأجور. يمكن المسألة دي كان عليها كلام كتير جدا، إزاي الدولة هتقدر تقضي على هذه المشكلة برضه؟ طيب إحنا طلعنا يعني الجدول الأجور الجديد اللي طلع حل مشاكل كتير من هذه المشاكل. وكمان الحقيقة من الحاجات الجميلة جدا اللي اتعملت في الفترة اللي فاتت هو رفع الحد الأدنى أكثر من مرة لحد ما وصل إن شاء الله 1/7/2700. من 900 ل 1200 ل 1500، وده طبعا بيفرق كتير جدا بالذات مع الموظفين اللي مرتباتهم ضعيفه. التفاوت المرتبات هيفضل موجود في بعض الاماكن لان بيجي مثلا ايه، في بعض الاماكن طبيعه عملها فيها نوع من انواع البونص او نوع من انواع الحوافز، الحوافز اللي نتيجه الانكم او يعني الدخل القادم زي الجمارك زي الضرائب زي بتاع. لكن الـ الشكل العام للمرتبات النهارده بقى واحد. الجهاز المركزي للتنظيم والاداره عمل جدول مرتبات يطبق في جميع الاماكن الحكوميه عشان نقدر يبقى فيه مساواه، الموظف اللي هنا بالدرجه الفلانيه ياخد نفس المرتب ونفس الدخل بتاع الموظف في المكان الاخر. فاللي انا عايز اقوله لحضرتك كمان اخر حاجه في الاربعه دول هي مكافحه الفساد. مكافحه الفساد اكتر حاجه هتحلها هي الميكنه، دي نمره واحد. ونمره اثنين
التدريبات اللي احنا بنعملها دلوقتي للموظفين اللي راحوا العاصمة الإدارية فيها جزء كبير على الأمن القومي، فيها جزء، فيها برنامج أمن قومي، فيها برنامج مكافحة الفساد. وليه الفساد مش عارف. النهاردة بنرفع وعي الموظف على، لأن كان في بعض الموظفين حتى ما عندهمش الأوردز، ما عندهمش الوعي. هو مش بس كده، مش ما عندهمش الوعي، كمان ما بيعتبرش ده فساد. صحيح. يعني بتلاقيه عرف، بيروح يصلي الدور وبعدين يرجع يقعد في المكتب ويبدا يفتح الدرج بتاعه. ده مش فساد، انا يعني خلاص انا ما حطيتش ايدي. فبنشرح ايه هو الفساد وايه مفهومه وليه الكلام ده حرام دينيا وحرام اجتماعيا. والفساد يمكن دايما بيجي من اصحاب اليقات البيضاء. يعني هو فكره اللي انت علشان يعني، وهو ده السبب اللي بيخلي الموظف او المواطن عفوا يقع فريسه، لانه بيشوف شخص موظف محترم بدله وشيك، وفي النهايه هو فاكر ده وانا مضطر ان انا ادفع. فبرضه من هنا بالناشد اللي هو ما فيش حد، لان الدوله بتقدم الخدمات، اغلب الخدمات بتقدم بالمجان فيما عدا الخدمات الخاصه بالتوثيق او الشهر العقاري والسجل المدني وغيرها، واسعارها معروفه. فانا لازم اكون يبتدي التغيير ايضا مش من الجهاز الاداري للدوله فقط، لكن من الموظف، من المواطن ايضا، اللي هو ما يستجبش لمثل هذه الافعال. باشمهندس هاني حضرتك يعني نورتنا في صباح الخير يا مصر، بنشكر حضرتك على وجودك معانا. المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الاداري في الدوله، شكرا يا فندم على وجودك معانا. شكرا جدا فندم، شكرا.